وائل أبو فنونة، أحمد خير الدين، جبر أبو هدروس، دكتور حسان فرج الله، محمد نبيل الزق، محمد التلاتيني، حمادة اليزبي، محمد أبو هويدي، محمود مشتهى. 9 أسماء أضافت إلى 110 صحفي اللي قتلهم القوات الإسرائيلية خلال حربها على غزة. 9 أسماء وليس أرقام، فواحدة من أكبر مجازر استهداف الصحفيين عشان يصبح عدد الضحايا من الصحفيين 119 صحفي. 119 اسم وقصة وعيلة وروح.